اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تيك توك يا خروج. نقوم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على تطبيقات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تيك توك خاص بكم، ثم سوف نقوم بضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تيك توك خاص بكم. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيك توك. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ونرى